طيب جزاك الله خير. يقول وأنت إمام السنن في هذا الزمن جمعت أشتاتها، طبعا إمام السنن ويجهل كثير من الأشياء، جمعت أشتاتها واستفرغت الوسع في معاناتها، فمن ذا يتوهم أنك ممن لا يعرف تفصيل ما أجملناه، ومن ذا يرى أنه أولى منك بمعرفة كنت ما أشرنا إليه، وهل يجاريك أو يبارك في السنة أحد؟ كلا، ولكن الأمر كما قيل وكم سائل عن أمره وهو عالم. إنكم لتعلمون أن كثيرا من الصحابة كانوا يبغضون عليا ويعادونه، وقد فارقوه وآذوه وشتموه وظلموه وناصبوه وحاربوه، فضربوا وجهه ووجوه أهل بيته وأوليائه بسيوفهم، كما هو معلوم بالضرورة من أخبار السلف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا ماذا قال؟ إنكم لتعلمون أن كثيرا من الصحابة كانوا يبغضون عليا ويعادونه، وقد فارقوه وآذوه وشتموه وظلموه وناصبوه وحاربوه، وضربوا وجهه ووجوه أهل بيته وأوليائه بسيوفهم، زين، كما هو معلوم بالضرورة من أخبار السلف. ماذا قال عنها شيخ الأزهر في مراجعته؟ الرد يعني؟ إيه، ماذا رد على هذا الكلام؟ صرح الحق، صرح الحق عن محضه. إيه، والحمد لله رب العالمين، ولم يبقى إلا أمر واحد، تنكرت معالمه وخفيت أعلامه، أذكره لك لتميط حجابه وتعلن سره، وهو أن الإمام لم يحتج يوم السقيف على الصديق ومبايعي بشيء من نصوص الخلافة والوصايا التي أنتم عليها عاكفون، فهل أنتم أعرف بمفادها منه؟ والسلام. هذا الكلام ليش ما يرد عليه ولا شيء؟ يعني هذا الكلام الآن يقوله الصحابة، تعلمون، يقول تعلمون أن الصحابة كثيرا من الصحابة يكرهون عليا ويبغضونه ويعادونه ويفارقونه ويؤذونه ويشتمونه ويظلمونه وينصبون العداوة عليه ويحاربونه، وضربوا وجهه وأهل بيته بسيوفهم، زين، ويقول معلوم بالضرورة من أخبار السلف. يقول زين، أخبرنا عن السقيفة، لماذا لم يحتج عليه؟ يعني ما يناقش شيئا من هذا، وهذا كله كذب، هذا كله كذب، لا يناقش شيئا من ذلك، كما أن الشيعة الذين يتصلون الآن لا يناقشون شيئا مما ننقله عن عبد الحسين، ونثبت كذبه وتجنيه وكذا، لا يناقشون شيئا أبدا، يتصل يسب ويسكر التلفون ويروح. خلكم على مذهبكم، خلوا المذهب زين لكم، هذا عليكم بالعافية، ما نحسدكم عليه، زين. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. صاحب العقل يشقى بعقله في النعيم، أما أخو الجهالة ففي الشقاوة ينعم، فليكن الأمر كذلك حقيقة. يعني تلاحظ العبارة. طيب. هذه شيخنا، ونصبوه. نعم، يعني ان الصحابه نواصب. إيه، نعم، وهم يقولون ذلك. إيه، هو يرون ان شيخ النواصب عبد الله بن عمر معروف يا شيخنا، لكن هو الان في هذه الكتاب يحاول ايش، انه يتقارب وحده، يعني ما يصرح، يعني بس تاتي كلمات خبيثه منه تكشف خبيئته يعني. طيب. السيئه، لأنه هو يقول نحن نجل الصحابة وفضل المهاجر صار كما مر علينا في المرة، وشوف هنا يقول وناصبوه، هنا يخرج ما في قلبه من الضغائن والحسد. طيب.